اتفضلوا هنبدأ من هنا يوم الجمعة. سيدنا الحبيب المايسترو بس سيدنا الحبيب ذهبي القلب والروح، ذكر اسمك مصدر لفرحنا، نحياك ونحيا داخلك، فأنت الأب والأخ والسند، ذو ابتسامة ملائكية، خادم أمين، أب حنون على شعبه ورعيته، محب للعطاء، صديق للمحتاجين. لم تتوانى في تعليمنا، إيمانا مستقيما سلمتنا وسلمت أولادنا، فسرت لنا إنجيلنا، جعلت الليتورجيا حياتنا، علمتنا حب واحترام الكنيسة والآباء للكهنة. مشهود لك من الجميع، استحفظ أسماءنا وأسماء أولادنا عن ظهر قلب. عاشقا للألحان والفن القبطي الرفيع، له في قلبك مكان عظيم. لا تخشى في الحق ملامة، مثال في الوداع والتواضع. لم يمنحنا الإله أسقفا بل ملاكا من السماء. نقف سيدنا على اعتاب محبتك ونصمت، فليس لدينا ما يفيق حقك. 16 يونيو 2013 اليوم الذي نجيت فيه من الفم الطاهر الذي لأبينا البطريرك المعظم الأنبا تودروس الثاني أسقفا وملاكا لإباشية هولندا القبطية الأرثوذكسية. هو تاريخ محفور بحروف من الحب في أعماق قلوبنا. سيدنا الحبيب نطوب أنفسنا لأننا نحيا زمانك. إله السماء يثبتك على كرسيك سنين عديدة وأزمنة سالمة هادئة، ويعطيك زمانا هادئا مفرحا، ويخضع أعدائك تحت قدميك سريعا، ويعطينا نعمة ورحمة بصلواتك وطلباتك التي ترفعها عنا إلى منتهى الأعوام. أبينا وسيدنا الغالي نيابة الأنباء أرسال. ودلوقتي مع أول فقرة من فقرات الاحتفال النهاردة مع كورال راشي بوسليم.